تعامل إدارة التربية الوطنية وترقية المواطن نادي هوني لابير مناسبة افتتاح أعمال الورشة الخاصة بعرض نتائج مشروع إعادة الهيكل التعليمي في جهة فاطمة داود اللحمر والمزيد من التفاصيل. تأتي هذه الورشة التفاكرية من أجل عرض نتائج التقرير النهائي لمشروع إعادة هيكلة التعليم الأساسي في تشاد، حيث نظمت هذا المشروع إدارة وكالة دعم المبادرات الأهلية للتعليم في تشاد عبر منظمة اليونسكو بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة. ويهدف المشروع إلى تحسين وترقية التعليم الأساسي في البلاد، إضافة إلى دعم ومساندة المعلمين المتطوعين بتأهيلهم ورفع كفاءاتهم في القطاع التعليمي، خاصة المدارس الأهلية. في كلمة الافتتاحية، الأمين العام لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة دي هولني لاير أشار إلى المبادرات التي تبذلها إدارة وكالة دعم المبادرات الأهلية للتعليم في تشاد في الجانب التعليمي، وذلك من حيث تسيير العملية التعليمية من خلال المتابعة والتقييم التربوي، وأن الوزارة ستبذل قصارى جهدها في دعم الوكالة من أجل إنجاح هذا المشروع التعليمي. وعليه فإن هذا المشروع الذي يسعى إلى تحسين العملية التعليمية في البلاد بدأ دراسته التحليلية في الفترة ما بين 2011 إلى 2016، وبعد عرضه للخبراء في المجال الأكاديمي سيتم إجازته ومن ثم تطبيقه في المدارس التعليمية.